ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة 12 للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة 1 من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى توفير المرونة لكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحديدها للجهات والأشخاص المسؤولة عن تنفيذ أحكام قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون. هذا ووافق المجلس على مشروع قانون بانضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة المرافق للمرسوم رقم 18 لسنة 2020، والذي يهدف إلى وضع القواعد والإجراءات الضرورية لتبادل التقارير المالية بشأن المسائل الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات المنطبقة عليها الاتفاقية بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء. كما بحث المجلس الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها من حيث وضع القواعد القانونية التي تكفل الحدود المقبولة من التنظيم اللازم لمزاولة الأنشطة الرياضية في المنشآت والمحال التي تمارس فيها الألعاب أو التدريبات أو الخدمات الرياضية. كان عندنا قانون تنظيم الأنشطة الرياضية في الأكاديميات الرياضية، وكان على جواز النظر بالاقتراح بقانون، والحمد لله يعني مر من المجلس اليوم بالإجماع، وكان في كثير من الآراء الإيجابية لهذا القانون، والذي احنا يعني نشوفه ان البحرين في هالفترة تحتاجها، يعني طبعا توجيهات من القيادة الرشيدة على رأس جلالة الملك، وبعدين سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد، وتوجيه الرياضة الى صناعة والى الاحتراف. فهاي قانون مهم جدا، تنظيم الأنشطة الرياضية والمدربين.